بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الأحد 20/7/1441، المادة قرآن كريم، الموضوع تلاوة وحفظ سورة عبسة من الآية رقم 1 إلى الآية رقم 7. نبدأ مع بعض التلاوة أيها الأبطال، ثم نبين بعض المعاني، ثم نبين ما معنى عبسة ولماذا تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأما. كمان مرة يا أبطال، نتلوها مرة أخرى حتى تتقن تلاوتها، لأن القرآن لا يؤخذ إلا بالتلقي. القرآن لا يؤخذ إلا بالتلقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى. عبس وتولى. أن جاءه الأعمى. وما يدريك لعله يزكى. وما يدريك لعله يزكى. أو يذكر فتنفعه الذكرى. أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى. أما من استغنى. فأنت له تصدى. فأنت له تصدى. وما عليك ألا يزكى. وما عليك ألا يزكى. هكذا قرأنا سورة عبسة أو الآيات من رقم 1 إلى رقم 7 من سورة عبسة. لتتعلمها أيها الطالب المبجل، أيها الطالب الجميل، تتعلم هذه الآيات تلاوة وتحفظها بإذن الله عز وجل. أما معنى عبسة، أي السورة أولا سورة مكية، أي نزلت في مكة. هذه السورة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل عليه الأعمى وهو عبد الله بن أم مكتوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا ببعض الأمور في الدعوة، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل العتاب من الله عز وجل يعاتب نبيه وحبيبه من أجل هذا الأعمى. فأرجو أن نتعلم السورة وأن نقرأها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو المفروض زي ما احنا عملنا،